مضايا الأحد 8/7/2012 أثار القصف العنيف على بلدة مضايا من الأسلحة الثقيلة المتمركزة على الجبل الشرقي لمضايا. الله أكبر الله أكبر. هاي إصلاحاتك يا بشار أسد. الله أكبر. قصف الأسلحة الثقيلة المتمركزة على الجبل الشرقي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المحال التجارية والأبنية السكنية. الله أكبر. قصف عنيف على البلدة من الأسلحة الثقيلة المتمركزة على الجبل الشرقي لبلدة مضايا. المدفعية والهاون والدبابات T-72 تابع للجيش الأسدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قناصة تتمركز على الجبل الشرقي تستهدف أي شيء يتحرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.